خالد وزاني الشهدي صيدلاني في المغرب ونفس الوقت فلاح. كنت أتجه إلى المزرعة سيت به بالسخفة مبقيتش نقد نتمشى. كانت آخر زيارة للدكتور كريستاني، قال لي الحل الوحيد اللي بقالك وهو زرع الرية. وكانت عندي الفرصة باش نتلاقى مع الطاقم الطبي في كليفلاند كلينيك ان أوهايو، قالوا لي احسن ليك تمشيو لأبو ظبي. فعلا اتجهت لأبو ظبي والحمد لله كل شيء كان زعما بحال الحلم. بعدين تم إجراء العملية بكل نجاح، وجوده في العناية لفترة كانت لا تتجاوز 3 أيام. Thank you so much, doctor. I'm grateful to your team. شكرا لثقته فينا ونتمنى يستمر في الوضع الصحي اللي هو فيه حاليا. ما كنتش أظن بأن في بلد عربي يكون هذا المستوى.